الحمد لله ما كناش نستناو هكذا، كنا نستناو كنا ميزيتين باش نجو. اليوم كي جينا لقينا لورغانيزاسيون، دخلنا فاسيلمون، الامور منظمه، الدخله سهلوا لنا كاع الامور في الدخله، يعطيهم الصحه بارك الله فيهم المنظمين اللي داروا الشان، مام لي زاجون سيكوريتي كاع الاعوان يعطيهم الصحه التنظيم هذا. وانت وليد كيفاش تشوف اول مره هنا في الملعب؟ اول مره. أول مرة مليحة، شابة، كاين لا سيكوريتي وكان هم يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة واش دارتوا ولا إن شاء الله تزاي تربح 1 2 3 فيفا لاجيري. أكيد قبل كل شيء نشكر قناة الهداف على التغطية لمساهمتها في التغطية لإنجاح هذا الشان. كذلك فيما يخص التنظيم، تنظيم محكم بصراحة، احترافية عالمية تسخر بها الجزائر بالملاعب والمؤسسات والمرافق اللي اندارت، وخاصة ملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا، تحفة تنضاف لولاية الجزائر بصفة خاصة والوطن بصفة عامة. فيما يخص التنظيم، تنظيم محكم هكا دخلنا يعني، وحتى تسهيلات من المنظمين يعني، هذا الشيء راح يساهم في تسهيل للانصار، مش كيما الخطرات اللي فاتوا على الملاعب مثلا، كيما كانوا يصراو على ملعب 5 جويلية، ولا كان شويه الوقت ولا وش الجمهور يجي في الوقت باش ما يضيعش يعني وقت كثير. صراحه تنظيم محكم جدا جدا، وعلامة كاملة لكل القائمين على هذا التنظيم والصاهرين ومنهم الإعلاميين، تحية خاصة لكم ولكل الجمهور الجزائري، وإن شاء الله الفوز تاع اليوم على الفريق الموزمبيق إن شاء الله يكون كما يقولوا فيها الخير، وإن شاء الله للنهائي إن شاء الله. شكرا. وان تو ثري في فوالا الجيري. ماضي وبوكرا كيف كيف، تحيه ماجر ثاني. هو يعني والله ما شاء الله التنظيم كان رائع، خاصة عند الأبواب، ويعني كان استقبال ما شاء الله هنايا ثاني، يعني مبادرة رائعة. نشكركم بزاف بزاف على المبادرة هذه. والله نتوقع أن راح تربح الجزائر إن شاء الله 2-0 إن شاء الله. الانسيابيه صح فعلا كانت بشكل منظم، دخلنا بشكل منظم، الاستقبال كان جيد، الانصار يتوافدوا بصفه منتظمه، ونشكر الدوله الجزائريه اللي وفرت لنا هذا الملعب، وان شاء الله نجاح الفريق الوطني. المنتخب الوطني في القمه ان شاء الله، راه مكلاسي الاول، ان شاء الله الماتش تاع اليوم يزيد يدير فيكتوار ان شاء الله باش نكونوا في المرتبه الاولى، وبالتوفيق ان شاء الله لبقيه الفرق الاخرى. شكرا اخي. الشعور ديالي اليوم كان مليح، لقطاش بريمير فوا كنت جيت للستاد، ان شاء الله تربح الجزائر، تحيه فلسطين، ان شاء الله نروحوا زود زير. وان تو ثري في فلاجيري، تحيه فلسطين. وان تو ثري في فلاجيري، تحيه الجزائر. بالمناسبه تنظيم كاس الشان بالجزائر تنظيم رائع، الحمد لله انا نشوف الملعب ملاعب مرافق بحال هذوما راح يساهموا في تطوير الرياضه تاعنا. 1 2 3 في فالاجيري. كيفاش تنظيم على المستوى؟ بسهوله بصح فيها شويه بسهوله، مي شويه الغاشي كاين بزاف. هذيك الالي فيان هذيك كاين نقصوا لها شويه. ان شاء الله يكون دير باركور مليح ان شاء الله. دو ماتش شويه ما سورتو الهجوم. بصح نظن بالك الدور الثاني ولا يكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك صحيح.